بالخير والرضا والثقة في القائد اللي أنا متأكدة إن كتير من ظهير هذه الدولة على يقين فيها، وإن شاء الله اللي جاي بتاعكو قولا واحدا، لأن إحنا من زمان قلنا الحكاية وبلغة مباشرة معاكو لما اتكلمنا إن بعد وصول ترامب المسألة بتقول إن عنوان الصراع تراجع اللاعبين بالوكالة وخروج اللاعب الأساسي بوجهه، واللاعب الأساسي اسمه إسرائيل، واللاعب بيلاعب الجايزة الكبرى، ولأن الأطراف كلها كانت عارفة فكان طبيعي إن المواجهة تتأجل قد ما نقدر، وتأجيلها كان في مصلحة القائم على عملية التغيير، لأنه المسألة بتقول لما الأرض تبقى تحت رجلينا ونبقى عارفين إحنا واقفين فين، ويبقى ربنا ادانا سنتين ونص رتبنا فيهم الأولويات، يبقى إحنا بعون الله وبوحدتكو في ظهر دولتكو الجديدة اللي جاي بتاعكو، لأن الرسالة والدور اللي مطلوب حاجة واحدة بس اسمها وحدة الشعب المصري، وحدة الصف. واحنا عدينا في اختبارات كتير، والحقيقة لازم نقول لكم ان انتوا كنتوا ناجحين وبامتياز، انتوا ظهير هذه الدولة. طيب ده معناه ايه؟ ان بعد فشل إدارة نتنياهو برأسها المتمثل في نتنياهو في زيارة أمريكا انها تحقق له اللي ما تحققش مع كل الرؤساء السابقين، يبقى المسألة إعلان التحدي وبقبح هو عنوان المشهد. لازم نبقى واخدين بالنا الإعلان ده مكمل معاكم لحد إمتى؟ لحد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبيت الأبيض والوقوف على نتائج هذه الزيارة. يعني إيه اللي بتقوليه ده؟ يعني إحنا بنعيش لحظة 67، يعني كل يوم هيبقى في عنوان بيتم تسريبه من آلة جهنمية اسمها الإعلام الإسرائيلي وأتباعه، والإعلام الإسرائيلي كل يوم هيحط عنوان مختلف، وهو بدأ الاختبار بدري، والاختبار لو انتوا فاكرين من يوم 24 يناير لما أعلن تحذير لرعاياه من عدم الذهاب إلى سيناء، وهكذا تباعا. يبقى العنوان بيقول المواجهة على المكشوف والورق واضح، والمحدد البيت الأبيض، والبيت الأبيض الذي لم يعطي نتنياهو ما كان يأمل فيه بداية من أنهم رفضوا أن الزيارة تكون مبكرة عن اللقاء، وإن نتنياهو يلف على كل دوائر الضغط اليهودية في العاصمة الأمريكية، ومحدش برضو من إعلامنا قال لكم وقتها، لكن ده معناه إن الضغوط دي بتقول أنتوا جاهزين. فاكرين لما كنا بنقول لكم في 30 يونيو أرجوكم اخرجوا من الشبابيك والبلكونات، تحملوا مسؤوليتكم. اللحظة بتقول كل يوم هيقولوا جملة تشتغل عليها قنوات الشر في تركيا، والبعض يسقف في اليمين والشمال، وناس مننا فينا في الفرز اللي هيرفع قضية واللي هيطول اللسان، وكله هيشتغل. مطلوب مننا لحد ما الرئيس يروح أمريكا وتنتهي الزيارة على خير بنتائج هي اللي هتحدد هل شكل الصراع هياخد مستوى مختلف، ولا الدنيا هتروح في أي سكة وأي طريق. طيب النهاردة ده مش هيكون موضوع حلقتي، لكن كان لازم أشاور مع حضراتكم. وزي ما قلنا إسرائيل جربت الحكاية من يوم 24 يناير لما أطلقت تحذير من دخول سيناء، والتحذير ده لا كان مع المصريين ولا مع الأجانب ولا أثر على حركة السياحة في كيا مصر. طيب إسرائيل كمان ما سكتتش، ده رجعت بعدها تقول في صواريخ طلعت من سيناء وضربت إيلات، ولأن الصواريخ لا طلعت من سيناء ولا وصلت إيلات، المصريين اللي دلوقتي بيديروا مشهدهم
بطريقة مختلفة عن اللي اتعودت عليه إسرائيل قبل كده، لا ردوا يمين ولا ردوا شمال، يعني مفيش أي رد فعل. طيب إيه اللي حصل؟ كانت المفاجأة إن إسرائيل قررت تسحب بعثتها الدبلوماسية اللي هي مسحوبة أصلاً، واللي بتشتغل من تل أبيب أصلاً، واللي من 25 يناير للنهاردة هي رايحة جاية، وبرضو ده كان في نوع من جس النبض. طب الدولة المصرية اتحركت، قالت كلمة واحدة، علقت. أعتقد ببساطة الأمور واضحة، ده معناه إن جس النبض عمل عملية استفزاز، ونتائج زيارة نتنياهو للبيت الأبيض عملت استفزاز أعلى، بالرغم من إن الصديق الشخصي لنتنياهو السيد أيوب قرة عضو حزب الليكود الصهيوني اللي هو جزء من الدروز الفلسطينيين اللي أعلنوا الولاء لدولة إسرائيل واللي قبلوا التجنيد ضمن الجيش الإسرائيلي واللي تم تعيينه بعد تجربة كده هنشير عليها بكرة، اختفاء 3 سنين وزير بدون حقيبة في حكومة نتنياهو. الراجل اللي انتوا شايفينه ده الدرز الفلسطيني الصهيوني أيوب قرة هو مطلوب منه يكون العنوان في الفترة بالتسريبات، يعني زي ما كان في ويكيليكس وجوليان أسانج بقى عندنا أيوب قرة والاسم عربي وخليها بقى. لكن الدروز الفلسطينيين هم الوحيدين من مكونات الشعب الفلسطيني اللي قبلوا التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وعشان كده دول اللي لازم يترموا في عمليات التجسس والتخابر. ولما الإيدين تبقى بتتقص بزيادة يبقى لازم الوشوش دي تطلع وبشكل مباشر، فيطلع يتكلم ونتنياهو في أمريكا إن في محاولة يعني استمالة الإدارة المصرية الجديدة بالدولة الواحدة، ويبقى سينا ناخد منها مساحة زي ما كان مطروح في زمن الجاسوس مرسي. ولأن ده كمان معاكم أنتم يا عنوان المشهد يا ظهير الدولة دي مكلش معاكم، لأنكم ثقتكم في القائد أكبر من أيوب قرة والدولة العبرية ونتنياهو، فالمسألة ما جابتش النتائج المرجوة، بالعكس ده حصل هنا حاجة لازم تعرفوها دلوقتي وعلى مسؤوليتي. لما كان نتنياهو موجود في إسرائيل حصل اتصال مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس المصري بناء على طلب الرئيس الأمريكي، وبالتالي إسرائيل بدأت تشعر بحرج غير عادي إن اللي بيحصل في مصر بعد ما رتبت أوراقها في الداخل وقدرت تطلع من خنقة الاقتصاد والحصار الاقتصادي بتاع التنظيم الدولي وأجهزة الاستخبارات والديمقراطيين، فكان لازم تعلي الدوز. عشان كده في اللي جاي انتوا العنوان وانتوا اللي هتقولوا لا ومحدش غيركم. لما يطلعوا فجأة وهارتس تعنون لنا كده مباشرة ان كان في لقاء سري في العقبة في الأردن، احنا هنا محتاجين نفكر بعض، هل كل حاجة في السياسة لازم تتقال قولا واحدا؟ لا. طيب هو زيارة الرئيس المصري للملك الأردني طول الوقت يجب الإعلان عنها قولا واحدا؟ لا. لما نتنياهو هو اللي يطلب ويجي لهم علشان يقابلهم علشان يعرض معاهم حل للمشكلة الفلسطينية، في عيب؟ في مشكلة ولا ده حقنا وإحنا طول الوقت إحنا الدولة اللي شايلة هذه القضية بشكل حقيقي؟ بس لأن اليهود طول عمرهم يهود فيبقى مطلوب يسربها في لحظة الفشل، بس لأنه بيسربها وهو بيعتقد إن هو الأذكى، فتعالوا نحط قدامكم كده التسريبة نفسها. التسريبة اتكلمت إن اللقاء كان في شهر مارس، واللقاء كان فيه جون كيري،
تيجوا نفتكر مع بعض، هو جون كيري طرح المشهد والحل للقضية الفلسطينية في شهر كام؟ خلوني بس عشان أبقى متأكدة، كان يوم 28 ديسمبر مش مارس 2016. يعني أنت يا نتنياهو مع أيوب قرة بتاعك بتاع حزب الليكود بتاعك، الدرز اللي قابل هو وولاده التجنيد في جيشك بتاعك، لما يطلع يتكلم بلاش تعملوا كذبة سهل إن احنا نقولها. حصل اللقاء، حصل اللقاء، ومش لازم كل لقاء لازم يتم الإعلان عنه، لأن لما اللقاءات يكون ليها علاقة بقضايا صعبة يبقى حق قيادات الدول تشتغل عليها في هدوء، وإلا ما ينفعش يتقال ما يقال في الغرف المغلقة كله يتم الإعلان عنه. بس هنا بقى لما يحضر لحضراتكم، لما يكون كيري عنوان في المشهد يبقى كان مطلوب جدا ان الرئيس المصري يعرف اخر ادارة اوباما التي لم تكن على توافق معانا على الاطلاق بتتحرك ازاي، علشان نعرف امتى نقول لا وامتى نصيغ الرفض وكيف. يعني كان الرئيس السيسي وملك الاردن بيسمعوا هما الاتنين الطرح اللي جايبه نتنياهو بعد ما خد كل الاوردرات من جون كيري الذي لم نكن على وفاق معاه. عرفتوا يا مصريين؟ طيب يلا بسرعه كده اوريكم المشهد الاخير علشان تعرفوا مين اللي بيشتغل ضدكم، عشان تبقوا جاهزين، علشان بقيه الفرز اللي هيطلع من شعبكم انتوا اللي هتقفوا في وشه، انتوا ظهير الدوله وسلاحها الاول. تعالوا حطوا قدام حضراتكم ايه اللي بيحصل بعد شعور اسرائيل بالاحباط ان مصر قادره تدير المشهد بصوره لم تتعود عليها الدوله العبريه. يعني لما فجاه يكلمونا ان عندنا مقتل 4 من داعش بغاره اسرائيليه على سيناء. طب تعالوا نبص كده. اولا علشان يبقى في غاره على سيناء لازم راداراتنا تشوفها. طب ادي واحده. اتنين، انتوا بتقولوا غاره وكانت النتائج 4 قتلى، ما لقيناش جثث الاربعه القتلى. يعني انتوا رجعتوا تشتغلوا بادوات 67 تفبركوا اخبار وتبداوا توزعوها، والاخبار دي انتوا بتحاولوا تضربوا بيها الجبهه الداخليه. يا جبهه داخليه يا ظهير دوله 3/7، عرفتوا ليه طول الوقت من سنتين ونص الطلب حاجه واحده، ان نكون ايد واحده؟ طيب لازم هنا نبص على مين اللي نقل الاربعه بتوع داعش. تعالوا نبص كده على المواقع. صحيح كان فيهم الار تي، بس خلوني اوريكم في حاجه اسمها الشبكه الدوليه للاخبار المحليه. هنا المحليه المقصود بها مين؟ محدش عارف مين هي الشبكه الدوليه وايه دي. ادي اول حاجه جابت الخبر، مقتل 4 من داعش بغاره اسرائيليه على سيناء. ليه هي سيناء من حقك انك تدخلها وتطلع من غير ما احنا نعرف بأمارت ايه؟ عايزاكم تبصوا بس على مين هي الشبكه الدوليه ومين هي اي دي، والمقصود بكلمه محليه دي ايه، لو نقدر نحطها لحضراتكم. طيب بلاها الشبكه الدوليه زي ما قدرناش، تعالوا نروح نشوف الموقع الاخر. دي الشبكه، شايفين العنوان؟ معلش الجرافيك بتاعنا لو ممكن تكونوا شايفينه احسن مني، انتوا شايفينه؟ هو دي الشبكه بقى. طب تعالوا نشوف بقى موقع تاني لبناني. وطبعا لما برضو نتكلم على المواقع اللي بتكتب اسماء وهميه دي لازم ناخد بالنا، لان انتوا سلاح دولتكم وما اتطلبش منكم غير دور واحد، الناس بتموت واحنا مطلوب مننا نوحد الصف. لما الموقع اللبناني يقول بنفس الصيغه مقتل 4 من داعش بغاره اسرائيليه، مش لافت بالنسبه لحضراتكم ان العنوان واحد وان اللغه والمفردات ذات العباره؟ يعني في اوضه كده تحت السلم شكلت العنوان ووزعته وكله اشتغل. طيب تعالوا نطلع من ده ونشوف حاجه تانيه، علشان ده الشغل اللي هيزيد لمده 20 او 25 يوم. أرضكم هتستضيف ميركل وهي عنوان صعب في أوروبا، ورئيسكم هيبقى في أمريكا وإسرائيل عينها على النتائج. لازم تبقوا عارفين إحنا بنتحرك في مساحة شكلها إيه.
عايزه اوريكم للمره الثانيه صاروخان من سيناء على اسرائيل. ده موقع العربيه. الموقع ده يا ترى هو ايه؟ وليه العنوان يتقال كده للمره الثانيه اللي مصر ما اعترفتش بيه بالمره الاولى؟ يا ترى العنوان ده قدام حضراتكم كلكم عارفين انه موقع اخواني ولا انا بس اللي عارفه؟ طب انتوا واخدين بالكم ان الفونت ده مكتوب بيه اسم صيدليات جديده من اللي بتتولى مسؤوليه خروج الفلوس ودخول الفلوس بعنوان الدواء وتجاره الدواء؟ ركزوا كويس عشان انتوا السلاح الاقوى. عايزاكم تبصوا بقى الجزيره حبيبه قلبنا اللي هزمتوها وقهرتوها في قلبها، مهم تشوفوها عنونت وقالت ايه. الجزيره قالت سقوط صاروخين على اسرائيل من سيناء. انا هنا بقى حابه اقول لكم حاجه مهمه قوي، يا ريت الخريطه نحطها لو سمحتوا يا شباب. حسب الكلام اللي اسرائيل والناس دي بتقوله، بتقول ان القذيفتين دول نزلوا في منطقه اسمها اشكول. يا رب تكونوا قادرين تشوفوا اشكول دي فين. دي بعد غزه وبعد يعني في اقصى يعني شمال جنوب شمال جنوب اسرائيل، حته بعيده جدا على الخريطه. يعني الصواريخ دي لا يمكن تطلق قذائف مداها لا يتحمل، يعني زي ما غلطوا في مارس وديسمبر هم نزلوها في أشكول، والحقيقة إن الصواريخ ما تنفعش يصل مداها الأشكول. يعني إحنا قدام أداء زي حرب 67، هيلعبوكوا بالإعلام. ارجعوا لي بقى. وبما إن الإعلام والقوة الناعمة بتاعتنا دي عنوان مهم في الحرب، علشان البعض اللي بيقول لكم إيه ده وليه ده وبتبالغوا مؤامرة وكلام فاضي، لازم نقول لهم وعنينا مفنجلة. النهارده أدوات حروب الجيل الرابع أهي شغالة، والمرة دي علينا. علشان تعرفوا إن دي حاجة مهمة وسلاح تقيل، أنا بقى هاخدكم النهارده للسلاح ده. إزاي مصر كانت بتشتغل بيه عبر أفراد بينما غابت إرادة الدولة، ولما حضرت إرادة الدولة شوفوا إزاي إسرائيل قلقانة منكم. وهنعرض ده مع المخرج محمد فاضل بمفاجأة ربما تشكل للبعض مفاجأة حقيقية، علشان هنستعرض مع بعض ازاي الدراما المصرية اشتغلت على ده ومن امتى؟ من اواخر الثمانينات بعد الفاصل.